7-0 أمام فريق منافس في هذا اللقاء الودي، كان هو فريق أو لاعبي نجوم السادات اللي واجهوا النادي الأهلي، وانتهت المباراة بسبعة أهداف نظيفة لصالح فريق الأهلي. هنعرض على حضراتكم على الشاشة الأهداف، أهداف هذا اللقاء، وهنستمع إلى تفاصيل أكتر عن عملية تجهيز اللاعبين، عملية الاستشفاء، عودة المصابين، كل ما يتعلق برؤية الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين حتى اللي مش بيشاركوا بنسبة كبيرة أو مش بيشاركوا إطلاقا في المباريات الرسمية في الفترة اللي فاتت. هنتعرف على التفاصيل دي وأكثر من زميلنا شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. مساء الخير يا شريف، أهلا بيك وإحنا سامعينك، يا ريت تقول لنا تفاصيل أكتر عن شغل الجهاز الفني واستفدتوا من هذا اللقاء الودي. الخير استاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن خليني اقول لك ان طبعا الاهلي بعد مباراه الامس، بعد الفوز، بعد الاداء، بعد النتيجه الطيبه اللي حققها امبارح فريق النادي الاهلي، والروح المعنويه في ارتفاع شديد. النهارده في تمرين اليوم او قبل المباراه الوديه استعدادا لمباراه افريقيا يوم الجمعه المقبله، بطوله جديده للنادي الاهلي. نتمنى باذن الله كاهلاويه وجميع المصريين النادي الاهلي يتوج بهذه البطوله. اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الامس، مباراه الجيش، النهارده عندهم تمرين خفيف وعندهم اطالات يمكن مع الكابتن حسين عبد الدايم. خليني اقول لك ان الجلسات مستمره، الجلسات النفسيه مع اللاعبين. النهارده عادل مصطفى بيقعد مع محارب في الملعب، مع اسلام، مع محارب، مع باسم علي، مع هشام محمد. يمكن الجلسات مستمره، كابتن محمد يوسف تلاقيه بينفرد بلاعبين، كابتن سيد عبد الحفيظ بينفرد بلاعبين، بيحسوا عن المرحله المقبله، لازم الاداء، لازم النتيجه، لازم الفوز في المباريات، البطولات متعدده، المباريات متتاليه ورا بعض كل ثلاث ايام مباراه، فعلى طول الجلسات شغاله مع التمرين. يمكن المباراه الوديه النهارده مع فريق السادات او نجوم السادات، يمكن كانت بدا الكابتن محمد يوسف المدير الفني في حراسه المرمى بعلي لطفي، لعب باثنين جهات، محمد عبد المنعم، محمود الجزار، لعب في اليمين باسم علي، في الشمال صابر رحيل، ديفندرين اكرم توفيق واحمد حمدي، امامهم عمار حمدي ومؤمن زكريا واحمد حمودي واحمد ياسر ريان. يمكن كان في تبديلات وتغييرات في المباراه، عن نزل عمرو بركات، محمد فخري، محمود السلمي اللاعب الفلسطيني الملقب بميسي، لعب ميدو جابر شارك، يمكن محمود ابراهيم ميشو، محمد فخري زي ما قلت، كريم يحيى، حربي بدر، مصطفى عزت، مصطفى فرماوي، احمد حاتم السيد، يعني لعيبه كتيره جدا شاركوا في هذه المباراه. لعيبه كتيره اظهرت امكانياتها لامكانيات كبيره تبشر ان النادي الاهلي يمتلك قناعه على اعلى مستوى. يمكن نتيجه انتهت بفوز النادي الاهلي بسبع اهداف مقابل لا شيء. احمد حمودي في الدقيقه 18، احمد ياسر ريان في الدقيقه 30، حمودي هدف جديد في الدقيقه 35، احمد ياسر ريان من الدقيقه 45، في الدقيقه 66 محمد فخري، الدقيقة 75 عمرو بركات، الدقيقة 85 ميدو جابر، هدف ولا أروع ولا أجمل. يمكن تألق كتير، تألق ملفت النظر لميسي اللاعب محمود السلم الجديد، أحمد حمودي، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، صابر رحيل، باسم علي، تجربة ولا أجمل ولا أروع. يمكن تألق بشدة النهارده عمار مؤمن، يمكن للأسف خرج مصاب، عنده إجهاد في العضلتين الخلفيه، تولي المباريات، الاجهاد، الضغط العصبي، الضغط النفسي، يمكن بيفرق برضه في اصابات اللاعبين. التأهيل مستمر على اعلى مستوى. ربيعه شريف، واحنا بنسمعك احنا عايزين ناكد طبعا للساده المشاهدين ان احنا واحنا بنذيع اهداف المباراه دلوقتي واحنا معاك في هذه المداخله الهاتفيه، كمان بننوه ان المباراه هتذاع كامله ان شاء الله على شاشه قناه الاهلي بدءا من منتصف الليل الساعه 12 ان شاء الله، الساعه 12 منتصف الليل هتذاع المباراه كامله. عايز اسالك عن فلسفه الجهاز الفني ورؤيه المدير الكوره كابتن سيد والكابتن محمد يوسف المدير الفني في كيفيه الاستفاده مع فارق الخبرات الكبير بين الفريقين. ازاي مباراه مع فريق بحسابات البطولات والالقاب والخبرات اقل كثيرا من النادي الاهلي بالحسابات الخاصه بالاحصائيات والارقام، لكن ممكن فيها تبقى دفعه معنويه وحسابات فنيه مفيده جدا للفريق. خليني اقول لك الاول ان فعلا المباراه حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي زي ما حضرتك تفضلت قلت في 12 من مساء اليوم او صباح اليوم. كل جديد، كل ما هو حصري موجود على قناه النادي الاهلي. التجربه والهدف في مباراه وديه زي فرقه السادات،
هي بتبقى تنفيذ لمدير الفني، بيبقى عاوز يشوف لعيبه بعينها، عاوز يجرب جمل تكتيكيه، عاوز يجرب يشوف مين اجهز، من ما بتفرقش معاه قوه المنافس قد ما بيبقى عاوز يشوف اللعيب حالته البدنيه، حالته المعنويه في الملعب، بيطبق اللي المدير الفني بيقول له عليه ولا لا. احيانا المباريات اللي تبقى ضعيفه المستوى بتبقى مفيده للجهاز الفني اكتر من المباراه القويه. المباراه الضعيفه بيبقى شايف المدير الفني شايف عاوز بيطبق بيطالب حاجات من اللعيبه، فبيبقى شايف اللعيب بيطبقها ولا ما بيطبقهاش، بينفذها بحذافيرها ولا بينفذها. بمباراه الوديه بيبقى الهدف منها من نتيجه تنفيذ فكر المدير الفني. يمكن النهارده اللعيبه بتظهر بشكل، انا بقول لك يمكن باسم علي النهارده بيعلن جاهزيته، بيعلن ان هو قادم بقوه، ان هو متمسك بالفرصه، متمسك ان هو يبقى ليه فرص كبيره جدا في الظهور مع النادي الاهلي الفتره المقبله بتالق جديد. يمكن اكرم النهارده بيتالق، صبر الرحيل حمود النهارده بيحرز هدفين وبيعمل مباراه ولا اجمل ولا اروع، احمد ياسر ريان الفرويد يمكن ان ما لعبش ثاني ربان على ما اظن مباراه الترسانه يمكن ما تالقش فيها، النهارده بيتالق جدا وبيشارك، وفي فرويد قادم بديل لمروان، بديل لصلاح محسن. التجربه انا من وجهه نظري مفيده جدا جدا للجهاز الفني، ان بيشوف اول باول حاله اللاعبين، ممكن مين يخش في المباراه الافريقيه المقبله يبقى على قدر المباراه ولا لا، هيقدر يبقى جاهز نفسيا ومعنويا للمباراه ولا لا. خليني اقول لك بقى ان التاهيل مستمر، الشناوي النهارده بيتاهل النهارده، ممكن بيقرب خلاص فتحي اشعيه، معلول، عاشور، صالح جمعه بينفذ البرنامج التاهيلي، يمكن خلاص بدا يقترب بقوه، يمكن وزنه بدا يخس بشكل كبير جدا، بدا يقترب بقوه للدخول في فريق الكره. يعني احنا اللي احنا عرفناه من مداخلات سابقه كمان انه يا شريف تقريبا الفريق هتكتمل الصفوف باذن الله بكل القوه الضربه للفريق وكل النجوم، سواء مع التعاقدات الجديده، بس طبعا في امور متعلقه بفترات القيد وتواريخ القيد، لكن الصفوف هتكتمل تماما مع نهاية شهر ديسمبر إن شاء الله. مظبوط، يمكن على شهر واحد هيكون في صفقات سوبر، مش مصابه تعمل الفارق، مين بيقول اجاي ما يعملش الفارق، مين يقول ان معلول ما يعملش الفارق، ربيع ما يعملش الفارق، ربيع للاسف طبعا أكيد. يعني اكيد بيصادفوا سوء حظ غريب، يمكن عنده كسر في اصبع اليد، يمكن هيغيب عليه يعني هيغيب فتره كبيره، يمكن الدنيا مبشره يمكن ان شاء الله ان شاء الله تكتمل الصفوف، وبنتمنى طبعا الشفاء لنجمنا رامي ربيعه، وهو مدافع متميز جدا جدا فنيا طبعا وبدنيا، وامكاناته يعني غني عن الحديث بخبراته ومشاركاته السابقه مع النادي الاهلي، بس طبعا هو يعني يتمنى له يكون موفق في سرعه العلاج والاستشفاء، لانه مر بفتره صعبه طبعا عطلته كتير عن العوده للمشاركه مع فريقه. بشكرك زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي.